إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات. مسارات بين رؤى التطور والتحديث، مسارات وتحت مظلة احتياج المواطن بين البر والبحر والجو، نكون سلسلة متصلة تصل إلى غايات هادفة تحت مظلة الوطن بسواعد شبابها بأبجدية النماء والعطاء. مسارات في لوحة البداية. يصوت مساراتنا يونس بن سليمان البوسعيدي وكامل بن فاضل الهنائية. مسارات عيون المواطن هي رقي الواقع. يسطر سطور المسارات أحمد بن سالم الكلباني. مسارات وبين مسار وآخر تبقى هذه الضيافة بمعية المخرج حمد بن عامر الوردي. مسارات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة المستمعون جميعا، فأهلا ومرحبا بكم. نطوف معكم مع مساراتنا المختلفة في مختلف قطاعات النقل والاتصالات وما يتضمنهما هذين القطاعين من محاور متعددة. كنا على مدى حلقتين تحدثنا عن مجموعة أسياد ودورها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من التقدم والنماء والرخاء في مختلف مجالات القطاع اللوجستي. في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن المؤتمر الدولي للنقل الطرقي الذي استضافته السلطنة مؤخرا. باسمكم جميعا أرحب بالأستاذ الخطاب بن سالم بن سيف المعني، وهو مدير أول تسهيل التجارة بمركز عمان للوجستيات بأسياد. أهلا ومرحبا بك أستاذ الخطاب معنا في حلقة هذا الأسبوع. أهلا وسهلا أخي راشد، حياكم الله. إذن مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نبتدئ رحلتنا لهذا الأسبوع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون جميعا إلى حلقة هذا الأسبوع من مسارات. أستاذ الخطاب، كنا على مدى حلقتين قد تحدثنا عن الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040، وأيضا عن مجموعة أسياد ودورها في الارتقاء بالقطاع اللوجستي بالسلطنة وموضوعات أخرى. نريد في حلقة هذا الأسبوع أن نبتدئ حديثنا عن المؤتمر الدولي للنقل الطرقي الذي استضافته السلطنة مؤخرا. بشكل عام عن هذا المؤتمر، أهم النتائج والتوصيات التي خرجنا بها، خاصة أن هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي ويعد إضافة حقيقية للقطاع اللوجستي في السلطنة أن يتم استضافته هنا في مسقط. نعم طبعا مثل ما ذكرت الأخ راشد، المؤتمر هذا هو حدث عالمي. نعم. انعقد هنا في مسقط في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر العام الحالي. نعم. وتم افتتاحه تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد. طبعا استضافة هذا المؤتمر هو تتويج حقيقة لنجاح السلطنة. نعم. أو بعطائها التنافسي الذي سلط الضوء على بنيتها الأساسية الحديثة للنقل والسياحة والفعاليات في البلاد، وأيضا رؤيتها الطموحة في النمو في التجارة وقطاع الخدمات اللوجستية. واستضافة السلطنة لمؤتمر عالمي بحجم هذا المؤتمر جزء يعني حقيقة من استراتيجيتنا احنا في أسياد لتعزيز مكانة السلطنة كمركز للخدمات اللوجستية والتجارية والاستثمارية، وأيضا الجهود الكبيرة في أن نقوم بتطبيق أفضل الممارسات في مجال النقل واللوجستيات ورفع كفاءة عمليات النقل البضائع. أيضا هو السعي حقيقة منا لجعل السلطنة محطة اللقاء المثالية لقادة القطاع اللوجستي من كافة أنحاء العالم، وتكون مسقط هي منصة عالمية لمناقشة التحديات. نعم. التي يواجهها القطاع اللوجستي، وأيضا الترويج أيضا للمميزات التي تتمتع بها السلطنة
لجذب الاستثمار الأجنبي في يعني في القطاع. احنا الصرت احنا في أسيار لدينا استراتيجيات طموحة. جميل. وأيضا من ضمن طموحاتنا الانطلاق نحو العالمية. حتى يعني نقوم بنصل السلطنة بهذا الدور، فكان الأساس أن يتم يعني عمل هذه المؤتمرات هنا في السلطنة والمشاركة يعني باسم السلطنة في المحافل والمؤتمرات العالمية. فلذلك هذا المؤتمر شاركنا فيه أصحاب المعالي الوزراء. نعم. وكبار المسؤولين وصناع القرار وخبراء صناعة النقل من مختلف دول العالم. نعم. وسلط الضوء على الكثير من قضايا النقل الطرقي وآفاق تطور التقنيات فيه. فيعني تحدثوا أيضا عن الكثير من المحاور، فمثلا الخدمات الرقمية في القطاع اللوجستي وقطاع النقل الطرقي الذي أصبح اليوم متصل بشبكات الإنترنت. فكان يعني هنالك الكثير من التساؤلات، ماذا سوف يكون مستقبل هذا القطاع او ماذا سينتظرنا في العقد القادم في مجال النقل الطرقي، وايضا في ظل يعني برود اعمال جديده مثل شركات اوبر وشركات اخرى. نعم. فستتغير المفاهيم وستتغير الرؤى لهذا القطاع. فكانت هناك محطه بان يتم تبادل هذه الخبرات من كافه دول العالم هنا في مسقط. ايضا ما هي التقنيات القادمه ايضا التي مثلا تستخدم في التقليل في انتاج في عفوا في استهلاك الوقود في نعم. الشاحنات وفي السيارات أيضا، كيف ستكون السيارات أو الشاحنات ذاتية القيادة، ما هي المفاهيم والأسس والتشريعات التي يجب أن تتبناها الحكومات وأن تكون بنفس السرعة التي تحدث في مجال التقنيات، بحيث أن تتواءم أيضا السيارات المركبات الثقيلة والهيدروجينية وأيضا التي تشتغل بالديزل والغاز والمركبات الأساجينة. نعم. ماذا سيكون مستقبل هذه المركبات؟ فأيضا كما تعرف الآن الشرق الأوسط هي تعتبر يعني أصبحت تلعب موقع استراتيجي يعني في عمليات النقل أو شبكات النقل العالمية. نعم. فمثل مبادرة الطريق والحزام، فالسلطنة اليوم تلعب يعني محور استراتيجي في هذه العملية بحكم موقعها الاستراتيجي. نعم. اللي تعتبر يعني تمر عليها الممرات الاقتصادية الأكثر نشاطا في العالم. ايضا التحول او الطفره الكبيره يعني التي حدثت في مجال النقل الطرقي منذ يعني السنوات، اذا ذكرنا على السنوات العشر الماضيه الى اليوم والى رحله المستقبل. نعم. فكل هذه المحاور تم يعني الوقوف عليها، وايضا تقنيات البلوك تشين والطابعات ثلاثيه الابعاد، وايضا تكنولوجيا النانو والروبوتات وانترنت الاشياء التي ترافق طفره القطاع اللوجستي. وايضا من حسن الطالع انه ايضا السلطنه اليوم يعني تم صدور مرسوم السلطاني في اكتوبر 2018 بالموافقه على انضمام السلطنه في الاتفاقيه الجمركيه للنقل الدولي اللي تسمى التير، وهذا ايضا يعزز يعني النقل الطرقي ويعني الاندماج مع التكتلات الاقتصاديه العالميه. الكثير يعني من المحاور تم مناقشتها. فايضا فالفكره الان ان هنالك خارطه طريق طموحه يعني تم استقراره هنا من مسقط، فستكون يعني ايضا انطلاقة كبيرة لمستشرفي المستقبل والمهتمين والمستثمرين، كيف سيبدو هذا القطاع وما هي المحاذية التي يجب أن يتبنوها وما هي التغيرات التي يجب أن يتكيفوا معها مستقبلا وإلى آخر. جميل. نحن نرجو لكم كل التوفيق، خاصة أن هذا المؤتمر أخذ أصداء عالمية نتيجة للحضور العالمي ونتيجة أيضا لما تم الخروج به من توصيات مختلفة. أستاذ الخطاب، يعني ما هي الآفاق المستقبلية لأسياد؟ كيف من الممكن أن نرى أسياد بعد سنتين، ثلاث سنوات، خمس سنوات قبل الوصول إلى الاستراتيجية الوطنية للوجستيات 2040؟
طبعا مثل ما ذكرنا احنا دائما من يعني انطلاقتنا هي من الاستراتيجيه اللوجستيه الوطنيه 2040. فالاستراتيجيه هي لم تحدد يعني فقط الانطلاقه اليوم الى رحله 2040، ولكن هنالك محطات عبر سنوات. فاحنا نقول كل مثلا في خلال هذه السنتين يجب ان تكون كذا، في هذه السنتين يجب ان تكون بالطريقه بكذا، يعني حتى مثلا الناتج المحلي الاجمالي، وايضا عدد الوظائف التي يجب ان نحققها، وايضا مدى التوسع. فاعتقد الخطوه القادمه التي سوف ستكون يعني ملاحظه خلال السنه والسنه القادمه هي ان نشدد بشكل ونكثف عفوا بشكل كبير ل يعني للتسويق للسلطنه. فاحنا اليوم ولله الحمد لدينا كل يعني العناصر التي يجب ان نفتخر بها وتكون محل تقدير امام العالم، من خلال المواني ومن خلال المطارات ومن خلال شبكات الطرق ومن خلال المرافق اللوجستيه المتكامله اليوم في السلطنه. فالان سيتم التركيز على الترويج لهذه المرافق وهذه المكتسبات والمنجزات خارج البلاد، وستكون أيضا آليات واضحة لكيفية استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة والعكس، وكيف أن تأتي استثماراتنا إحنا هنا في عمان تأتي إلى خارج السلطنة. فالترويج ستكون هي المحور التي سنركز عليه إن شاء الله في خلال هذه السنة والسنة القادمة، وهذا ما سنعمل فيها بإذن الله تعالى. ماذا أيضا عن احتضانكم للمؤسسات الصغيرة والناشئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا، لأن تأخذ دورها في مختلف أعمالكم التي تسندوها في أسياد؟ طبعا احنا بالنسبة لنا في أسياد دائما رؤيتنا أن هذا القطاع لن يعني يستطيع أن يقف على أقدامه إلا بسواعد أبناء هذا البلد. فلذلك كنا دائما نقول أن هذا القطاع هو قطاع ينشأ بشكل كبير وهنالك نمو كبير في هذا القطاع، فبالتالي سوف يولد أعمال كثيرة وهذه الأعمال سوف تولد وظائف. فلذلك يجب أن تكون هذه الأعمال متاحة لرواد الأعمال بحيث أن يستطيعوا أن يندمجوا مع هذه الأعمال. فإحنا قلنا طيب يجب من اليوم أن نهيئ هؤلاء يعني رجال الأعمال بناتنا وأبنائنا ليكونوا قادرين للانخراط يعني في هذا في 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 هذا القطاع، وأيضا أن نراهم يعني قادة مؤثرين على مستوى العالم من خلال السلطنة. فلذلك احنا لدينا حاضنة لرواد الأعمال أطلقنا عليها حاضنة إبحار. هذه الحاضنة نأتي يعني فتحنا المجال لرواد الأعمال بأن يشاركونا يعني هش أفكارهم. وبعد ذلك كانت هناك لجنة للفرز وأتينا ببعض المشاريع، وكنا نقول أن يجب أن تكون المشاريع التي تبنوها أن تتواءم مع التقنيات بحيث لا تكون تقليدية مع الوقت. فنقدم لهم الدعم ونقدم لهم حتى مساحات مكتبية أتينا بهم هنا في أسياد، وأيضا وضعنا أشخاص يقوم بالإشراف وأعطيناهم بعض البيانات التي أصبحت متاحة لهم، وأيضا قمنا بتسويقهم للخارج. فهذه هو هدفنا، ونأتي بأيضا أفواج أخرى ونقوم بنفس العملية. فلذلك احنا لدينا تكامل بشكل كبير بأن هؤلاء الناس هم مستقبلنا يعني أو مستقبل هذا القطاع. أستاذ الخطاب نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله، سعدنا بوجودك معنا في 3 حلقات تعرفنا عبرك على أهم أفاق المستقبل لأسياد وما تقدمه من دعم كبير للقطاع اللوجستي في السلطنة. شكرا لوجودك معنا الأستاذ الخطاب بن سالم بن سيف المعني، مدير أول تسهيل التجارة بمركز عمان للوجستيات بأسياد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخي راشد، ونتمنى التوفيق للجميع وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بإذن الله تعالى. كما نتوجه لكم مستمعين الكرام بجزيل الشكر والتقدير لطيب متابعتكم لنا لحلقة هذا الأسبوع من مسارات. في الأسبوع القادم نأخذكم عبر رحلة متجددة في مسار آخر. إلى الملتقى. في الأسبوع القادم لنا مسار آخر. مسار يونس البوسعيدي، كامل الهنائية،
أحمد الكلباني وحمد بن عامر الوردي. مسار